طبعا ليه عامل كبير قوي معايا في الموضوع ده، اللي هو داني كورسات. ابتدى يعرفني معنى الوقوف قدام الكاميرا كسينما بعيد عن الفيديو. اداني طبعا معلومات كتير جدا كنت اول مره اعرفها. قال لي على كلمه نقطه مهمه جدا، طبعا مش المفروض ان انا بتكلم بس بصراحه هو معايا خطوه خطوه، يعني هو معايا خطوه خطوه، يعني بيرفع من روحي المعنى. طبعا بالنسبه النجمه مروه ناجي بتعمل اول بطوله سينمائيه لها، طبعا بتعمل بنت راجل عنده كزير للأمار كباريه، وبيخسر كل ما يملك في الكازينو، فيقولوا له العب تاني في الأمار، يقول لهم خلاص ما عنديش حاجة غالية ألعب عليها، يقولوا له العب على بنتك، يلعب عليها ويخسرها. بتنبأ إن أول بطولة للنجمة مروة ناجي، وبرضو بتنبأ لها بأنها هتبقى نجمة 2015.